كابتن رضا، نعم، التعليق الاول لرضا عبد العال بعد تعادل الزمالك مع انبي. صباح الخير. صباح الفل. ايه بقى المكنه وقفت، ما بقتش تطلع قماش، خلاص الحظ تخلى عنه. تخلى عنه ولا تخلى عن فرقه نادي الزمالك؟ عنه هو اللي كان محظوظ. هو كان زي ما زي ما احمد سامي قال. يعني يابا انا قايل قبل الكلام ده، قبل احمد سامي واحمد سامي. احمد سامي قال مدرب محظوظ. يا حبيبي ماليش دعوه، ده لسه قايلها اول امبارح. البنك الاهلي ثلاثه يا حبيبي، لسه قايلها اول امبارح. ده انا بقول لك الكلام ده قبل ما ياخد الدوري. احمد سامي مش هيطيقني طبعا لو قلت، لما عشان بقول كده. مش هيطيقك ليه؟ لا هو يعني عشان احمد سامي بص ثلاثه من البنك بعد ما قال ان الراجل محظوظ، واخد من ايدي اسلم عليه علشان اخد شويه حظ. يا حبيبي ماشي، انا قلت الكلام ده قبل احمد سامي ما يقوله. انا قايل الكلام ده قبل ما ياخد دوري، قبل ما ياخد كاس. انا بقول لك اديني حظ وارميني في البحر. انا مش قلت لك كده؟ قلت لك زي وزي موسيماني، هي العجله ماشيه والمكنه مطلعه ماشي. كابتن رضا، الحظ ما بيجيبش بطولات. لا بيجيبه، او ما بيديك ظهره بتتكشف قدام الناس، تبدا بقى تلطش زي ما انت بتلطش النهارده. كابتن رضا، ما فيش حاجه اسمها حظ لوحده يجيب لك بطولات. في حاجه اسمها لعيبه كويسه، مدرب كويس، اداره مستقره، ده اللي يجيب لك بطولات. ده السنه اللي فاتت. طيب ماشي. لا السنه دي بقى اللي اتغير، اللي اتغير الصفقات الجديده. هقول لك اللي اتغير، جايب صفقات احسن من لعيبه موجوده لغايه دلوقتي في نادي الزمالك. حلو. بس هو مش عارف يستفاد منها. زي مين كده؟ ما هو مصطفى شلبي، وعندك الزناري، وعندك سامسون، وعندك لا سامسون مصاب. ما فيش، اسمع الكلام، هو سامسون ده بالجسم ده لو دخلت فيه عربية وعمل حادثة ينزل التمرين تاني يوم. العربية هي اللي يحصل لها حاجة. بالظبط كده، هي اللي هتروح تعمل سمكرة ودوكو. انما هو في يعني ما شاء الله الجسم ده، يقول لك كدمت قعدوا ماتشين، هو مش مقتنع بيه لان جاي غصب عنه. طب بلاش ده، مش في جايبين لعيب من وادي دجلة دافعين فيه ناشئ اسمه مش عارف ايه، يوسف حسن يوسف او يوسف حسن حاجه كده، هو حاجه يوسف، يوسف حسن، واخد بالك؟ ده يعني ده لعيب منتخب شباب. يعني انت مثلا عندك مثلا سامسون ده مصاب، ما حطوش ليه على الدكه جنبي؟ بلاش. انت النهارده طلعت سيف الجزيري، مين اقرب واحد يلعب في الحته دي؟ سيف اسمه يوسف، يوسف اسامه نبيه، مش هو اصلا فرود؟ وبعدين انت لعبته ناحيه الليفت عشان ان في سيف الجزيري.